نشرة لآخر وأهم الأخبار، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. تواصل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الجولان السوري. سوريا تطالب مجلس الأمن بالتخلي عن صمته وتحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. بعد أربعة عقود في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر ماهر يونس يعانق الحرية. موسكو تؤكد عدم وجود أي اتصالات مع الأوروبيين حول تسوية بالصيغة الكورية في أوكرانيا. أهلا بكم. أكدت سوريا وجوب تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها، وقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومساءلته عن انتهاكاته وممارساته العدوانية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. تواصل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الجولان السوري ومنذ أكثر من خمسة عقود سياساتها العدوانية بحق أهله السوريين، إذ أنها تمارس أبشع الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من اعتقال وقتل وتهجير للسوريين، كما تمعن في سياساتها الاستيطانية التوسعية الممنهجة في الجولان المحتل بهدف تكريس الاحتلال وزيادة أعداد المستوطنين وفرض التغيير الديمغرافي، فضلا عن سرقة موارده الطبيعية ومصادرة الأراضي وإقامة مشاريع عليها تتسبب بآثار كارثية على حياة السوريين في الجولان. إن هذه الجرائم الإسرائيلية ما كانت لتستمر لولا الحصانة من المساءلة والإفلات من العقاب اللتين وفرتهما الإدارات الأمريكية المتعاقبة وحلفائها وحلفاء إسرائيل، الأمر الذي يدفع بالمنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر وعدم الاستقرار. كشف مسؤول أمني تركي رفيع المستوى عن استعداد بلاده لطرح جميع المواضيع على طاولة الحوار مع دمشق، بما في ذلك الانسحاب من سوريا، وفقا لوسائل الإعلام التركية. ونقل موقع بي بي سي ترك عن مسؤول أمني لم يكشف عن هويته أنه لا توجد خطوط حمراء وشروط مسبقة اليوم، مشيرا إلى أنه يمكن التفاوض على أي موضوع بما في ذلك الانسحاب الكلي للقوات التركية من سوريا والحد من دعم الفصائل في الشمال السوري على حد تعبيره. جدد الاحتلال التركي ومرتزقته اعتداءاتهم بالقصف على قرية صيدا وصوامع بلدة عين عيسى بريف الرقة، وقتل متزعما من ميليشيا قسد ومرافقه باستهداف طائرة مسيرة تركية لسيارتهما بالقرب من قرية معشوق التابعة لناحية جوادية بريف الحسكة الشمالية. تأتي هذه التطورات مع دفع الاحتلال التركي بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة الباب المحتلة شرقي حلب، بعد أن عادت إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان للتلويح بأن العدوان البري الجديد على سوريا قد يبدأ بأي وقت. وصل مرتزقة الاحتلال التركي أعمالهم الإجرامية بحق الأهالي في منطقة عفرين بريف حلب الشمالية، حيث شنوا حملة مداهمات وخطفا للمدنيين، وقاموا بابتزاز ذويهم لاحقا لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات إرهابية مما تسمى الشرطة المدنية استدعت مواطنا من أهالي قرية زعرة التابعة لناحية بالبلبري في عفرين بحجة استجوابه، لتعمد بعد وصوله إلى أحد مقارها لاعتقاله بغية ابتزاز ذويه لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه. وتستمر حالة الفوضى والفلتان الأمني في المناطق التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها، وتزداد عمليات الخطف والسرقة والسطو المسلح وفرض الأتوات وغيرها من الممارسات القمعية بحق المدنيين.
هذا وكانت شهدت مدينة الرقة احتجاجات أهلية غاضبة على خلفية مقتل معلمة وابنتها مؤخرا، وتجمع العشرات من أهالي حي المشرب الواقع على الأطراف الشرقية لمحافظة الرقة أمام ما يسمى المجلس المدني بمدينة الرقة التابع لميليشيا قسد، احتجاجا على مقتل المعلمة وابنتها وانتشار مروجي المخدرات وازدياد حالات الجريمة والسرقة في أحياء المدينة. وصباح الأربعاء تصدت وحدات الجيش العربي السوري لأعنف هجوم شنه مسلحو تنظيم جبهة النصرة الإرهابية الذي تشكل ما تسمى هيئة تحرير الشام واجهته الحالية في جبل زاوية بريف إدلب الجنوبية، وتمكن من قتل وجرح عشرات الإرهابيين. وأكد مصدر ميداني غير رسمي جنوبي إدلب مقتل وجرح أكثر من 22 إرهابيا خلال الاشتباكات التي تخللت وأعقبت عملية تسلل نفذها مسلحو ما يسمى غرفة عمليات الفتح المبينة التي يقودها النصرة في أحد محاور القتال في جبل الزاوية، ومني فيها الإرهابيون وداعمهم الإقليميون بخيمة أمل كبيرة. وزارة الدفاع من جهتها قالت في بيان إن القوات المسلحة تصدت صباح الأربعاء بكل بطولة هجوما كثيفا شنته المجموعات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي من اتجاه البراكة الصفراء باتجاه معرة موسى البريجة مستغلة حالة الطقس الضبابية. وأشارت إلى أن الهجوم الإرهابي امتد لساعات نتج عنه تكبير الإرهابيين خسائر كبيرة في العتاد والأفراد ووقوع 12 إرهابيا بين قتيل ومصاب، مؤكدة أنه تم سحب بعض الجثث من بينها متزعم الإرهابيين إضافة إلى مصادرة بعض الأسلحة. أفادت مراسلة قناة السما بقيام مسلحين بتفجير محطة وقود القناطرة بعد تفخيخها وهجوم مجموعة منهم على عمالها وتعذيبهم، وسبب مبالغ مالية كانت موجودة فيها وقد اقتصرت الأضرار على الماديات. وقبل ذلك بساعات أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد ضابط وإصابة عنصرين آخرين وثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا. وقالت الوزارة في بيان لها إن الرائد شرف فارس خليل من مرتبات وحدة المهام الخاصة في دمشق أصيب كل من الشرطيين محمد زياب وفادي حمادي من مرتبات وحدة المهام الخاصة في درعا وثلاثة مدنيين، وذلك بانفجار عبوة ناسفة في ساحة بصرة بمدينة درعا بالتزامن مع مرورهم بالقرب منها أثناء تأدية واجبهم الوطني. في وقت ادعى فيه مواصلة دعمه للشعب السوري وسع الاتحاد الأوروبي قائمة إجراءاته القسرية أحادية جانب ضد سوريا، وخلال اجتماع عقده بدعوة من دائرة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته لتشمل 10 سوريين أضيفوا إلى قائمته الخاصة بتجميد الأرصدة ومنع الدخول للدول الأوروبية. وسبق أن مدد الاتحاد الأوروبي العقوبة الجائرة المفروضة على سوريا عاما إضافيا، حيث تنتهي في الأول من حزيران القادم، بما يتناقض مع قرار الاتحاد الجديد. وذكر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفن شنيكن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء البالغ عددهم 27 متحدون ويواصلون دعم الشعب السوري، مدعيا دعمهم أيضا لجهود الأمم المتحدة والقرار رقم 2254 الذي يدعو للتوصل لحل سياسي في سوريا. أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عما سمته قلقها حيال الوضع في الضفة الغربية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث الخارجية نيت برايس خلال إفادة صحفية، وقال قلقونا جدا من المواقف في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الوضع النهائي لمدينة القدس سيتم تحديده بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وشدد على استمرار واشنطن في التأكد أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يستحقان تدابير متساوية من العدالة والديمقراطية على حد تعبيره. بعد 40 عاما قضاها الأسير الفلسطيني ماهر يونس في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي عانق الحرية منتصرا بعزيمته وإرادته الصلبة على السجن،
وذكرت وكالة وفاء أن سلطات الاحتلال أفرجت فجر الخميس عن يونس البالغ من العمر 61 عاما من قرية عارة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 بعد قضائه 4 عقود في معتقلات الاحتلال، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال انتشرت في محيط منزل عائلة يونس قبل وصوله لمنزله في محاولة لتنغيص فرحتهم ومنع الاحتشاد وتنظيم أي احتفال بتحريره بعد كل هذه السنوات. بعد 40 عاما من الاعتقال، ها هو عميد الأسرى الفلسطينيين وابن بلدة عارة يعانق الحرية. الفلسطيني ماهر يونس يخرج من غياه بسجون الاحتلال الإسرائيلي ليلحق بابن عمه كريم يونس الذي سبقه قبل أيام. حالة الأسير ماهر يونس لم تكن استثناء، فمع كل أسير فلسطيني يغادر السجون الإسرائيلية يسعى الاحتلال جاهدا لتنغيص هذه الفرحة وخلق تعقيدات تعرقل عملية تحريره من الأسر. إلا أنه ورغم محاولات قوات الاحتلال منع الاحتفالات، المستقبلون توافدوا إلى منزل الأسير الكائن في بلدة عارة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 لاستقباله، وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال في المنطقة الذي تزداد مخاوفه يوما بعد يوم من أي حركة مقاومة. الأسير قضى 40 عاما متنقلا بين السجون وزنازن الاحتلال الإسرائيلي بعد أن اعتقل في 18 من كانون 2 يناير عام 1983، وذلك على خلفية مقاومته للاحتلال وانتمائه لحركة فتح. تعرض ماهر يونس لتحقيق قاس وحكم عليه بالإعدام، وبعد شهر من الحكم أصدر الاحتلال حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة، ليأتي عام 2012 ويكون بقعة ضوء في طريقه بتحديد المؤبد له بـ40 عاما. على مدار عقود اعتقاله الأربعة شكل ماهر بصموده أنموذجا للعطاء المستمر، وشارك في معارك الحركة الأسيرة كافة ليكون رمز كل فلسطيني. انتظرت حريتي بكل حزن وألم لأنني تركت خلفي إخوتي ورفاقي الذين عشت معهم كل الصعاب، على أمل أن نلتقي قريبا جميعا أحرارا. بهذه الكلمات ودع ماهر يونس أصدقائه في سجون الاحتلال. هكذا بقي الأسير ماهر يونس لعقود داخل القضبان ولم يعرف فيها اليأس ولا الاستسلام. عاش في السجن أكثر مما عاش مع عائلته، لكنه صبر سنين عجافا وعاد ليجمع شمل عائلته من جديد. قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين 2 صباح الخميس خلال عدوان له في مدينة جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية. وأفادت الوزارة باستشهاد المواطن جواد فريد بواقنا بعد إصابته برصاصة في الصدر، والمواطن أدهم محمد باسم جبارين بعد إصابته برصاصة أعلى البطن أطلقها عليهما جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنينة، وبذلك يرتفع إلى 17 عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية السنة برصاصة إسرائيلية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967. وشهد العام 2022 ارتقاء أكبر عدد من الشهداء في الضفة الغربية حسب الأمم المتحدة. اقتحم المتطرف الصهيوني يهود أغليق برفقة عشرات المستوطنين صباح الخميس المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية. ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن المتطرف برفقة عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولة استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية.
وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل الأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية. هدمت السلطات الإسرائيلية 3 منازل فلسطينية في الضفة الغربية بحجة البناء دون ترخيص، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان إن آليات إسرائيلية هدمت منزلين في قرية جفتلك شمالي مدينة أريحة، أحدهما لأسيرا في السجون الإسرائيلية. كما هدمت الآليات الإسرائيلية منزلا مأهولا بسكان بمساحة 200 متر مربع، ودمرت غرفة متنقلة واستولت على أخرى في قرية رماضين جنوبي الخليل. وعادة ما تبرر السلطات الإسرائيلية عمليات الهدم أو المصادرة لمبانٍ فلسطينية بأنها تقام من دون الحصول على التراخيص اللازمة، فيما تؤكد الوقائع أن ذلك يتم لصالح التوسع الاستيطاني. وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولفن إلى الكيان الصهيوني في أول زيارة رسمية لمسؤول أمريكي بارز بعد تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو مهامها. وقال رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ إن زيارته إلى تل أبيب تأتي في الوقت المناسب، حيث يواجه الطرفان الكثير من التحديات معا على حد تعبيره. وحسب إعلام العدو، ناقش الطرفان شراكة القوية وسبل تعميق التعاون الاستراتيجي. سولفن رد قائلا إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع إلى العودة لإسرائيل بعد زيارة ناجحة العام الماضي. طلبت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية من نتنياهو أن يقيل رئيس حزب شاس الديني المتشدد أرييه درعي بسبب إدانته بالتهرب الضريبي. وقالت المحكمة في قرارها أن تعيين درعي وزيرا للداخلية والصحة لا يمكنه الاستمرار به. منذ تولي نتنياهو منصب رئيس الوزراء في حكومة الكيان، لا يمر يوم دون تصعيد في مسار الصراعات الداخلية. رسائل عدة حول مستقبل الائتلاف وتصاعد الخلافات بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي. هذا ما خلفه قرار المحكمة العليا للكيان القاضي بمنع تعيين أرييه درعي زعيم حزب شاس في أي حقيبة وزارية، وألغاء تنصيبه بوزارتي الداخلية والصحة في الحكومة الجديدة. ضربة قاسية على رأس نتنياهو بإقالة أهم حليف استراتيجي له، لكونه يترأس أحد أهم الأحزاب في الائتلاف الحكومي. أهمية أخرى للقرار تأتي من كونه يضع نتنياهو أمام مأزق دستوري من شأنه زيادة تأزم المشهد السياسي والحزبي في الكيان. ولهذا السبب يتوقع من الحكومة وأحزاب اليمين إشعال حرب ضد المحكمة العليا، وذلك لأن نتنياهو سيكون ملزماً بإقالة درعي من منصبه الوزاري. ولكن في الوقت نفسه يتوقع منه السعي لتعيينه بمنصب رئيس الوزراء البديل، أي المنصب الوحيد الذي يستطيع أن يدعم حليفه به، لكونه لا يحضر من أدين بالفساد وتهم جنائية، إجراء يعده مسؤولو تل أبيب محفوفاً بالتعقيدات التشريعية والدستورية، فضلاً عن احتياجه إلى تشريعات تقضي بإلزام الحكومة إعادة حلف اليمين ونيل ثقة الكنيست مجدداً. إقالة درعي في حال لم يلتزم بها نتنياهو سيسجل بذلك أول رئيس وزراء في تاريخ السياسة الصهيونية يتجاوز قراراً للمحكمة العليا، وعليه يجري مشاورات مستعجلة مع الشركاء في الائتلاف وحزب شاس من أجل التوصل لتفاهمات. تخبط يبدو أنه بحد ذاته بداية لتصدع أولي في حكومة نتنياهو، فمن أجل تعيين درعي رئيساً بديلاً للوزراء هناك خيار مر سيتوجب على نتنياهو المضي فيه، إذ يجب على حكومته الاستقالة وتأدية اليمين مرة أخرى أمام الكنيست.
حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من أن فقدان قوة نووية في حرب تقليدية يمكن أن يؤدي إلى بدء حرب نووية. وقال ميدفيديف في منشور عبر حسابه على موقع تيليجرام: غدا في قاعة رامشتيان التابعة لحلف شمال الأطلسي سيناقش القادة العسكريون الكبار تكتيكات واستراتيجيات جديدة، إضافة إلى أن لدى أوكرانيا بأسلحة ثقيلة وأنظمة ضرب جديدة، مضيفا إن لسان حالهم يقول إنه لتحقيق السلام يجب أن تخسر روسيا، دون إدراكهم أن فقدان قوة نووية في حرب تقليدية يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب نووية. جدد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف التأكيد أن القوات الروسية ستدمر أي أسلحة تزود بها الولايات المتحدة وحلفاؤها أوكرانيا، كما لن تترك أي هجمات تستهدف أراضيها دون رد. تعليقا على التقارير الإعلامية التي تتحدث عن عزم الولايات المتحدة الإعلان عن حزمة كبيرة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، قال أنتونوف في تصريح إن وفقا لوكالة نوفوستين ضخ الأسلحة الغربية في أوكرانيا لن يؤدي إلا إلى زيادة الخسائر المدنية وخلق صعوبات إضافية في تلك الجمهورية السوفيتية السابقة، داعيا إلى ضرورة التفكير في تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف بأن هزيمة روسيا الاتحادية أمر مستحيل وأن النصر سيكون حليفها. أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن الناتو يريد تفادي المواجهة المباشرة مع روسيا وأن بلاده بين دول الرائدة في دعم أوكرانيا، مؤكدا مواصلة هذا النهج. وجاءت تصريحات شولتس في معرض إجابته على سؤال خلال فعاليات منتدى دافوس الاقتصادية حول أسباب تردد برلين في تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2، وشدد على أن ألمانيا لا تريد اتخاذ خطوات منفردة، معتبرا أن كافة القرارات يتم اتخاذها بالتنسيق مع الحلفاء ولا سيما واشنطن التي تلعب دورا مهما في ذلك. وأضاف بالقول: نود أن نؤكد أنه بإمكان الأوكرانيين الاعتماد علينا. أكد القائم بأعمال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي كيريل لوغنيوف أنه لا يمكن تسوية الأزمة في أوكرانيا بصيغة كورية، وذلك ردا على تصريحات المسؤولين الأوكرانيين حول مناقشة مزعومة بين موسكو وبروكسل حول الصيغة الكورية. يشار إلى أن النزاع بين سيول وبيونغ يانغ انتهى عند خط العرض 38 وهو خط طماس عام 1953، وانتهت الحرب في شبه الجزيرة الكورية بعد تقسيمها إلى شمال وجنوب. مواقف موسكو وكييف لا زالت متباعدة رغم الحديث المتكرر عن السلام. ضبابية المشهد السياسي تتصاعد بعد إعلان سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أن الدبلوماسيين الروس بعثوا بإشارات إلى السياسيين الأوروبيين بأن موسكو مستعدة للتنازلات شرط تثبيت الوضع الراهن. إن بلادنا تلقت عروضا للدخول في تسوية للأزمة الأوكرانية وفقا لسيناريو تسوية الأزمة الكورية. الآن في الاجتماعات مع بعض السياسيين الأوروبيين يقال لنا إن ممثلي الجانب الروسي يرسلون إشارات حول استعدادهم لتقديم تنازلات. الرد الروسي لم يتأخر وجاء من خلال النفي القائم بأعمال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي كيريل لوغفينوف، الذي قال في تصريح لصحيفة إزفيستيا إنه لا توجد أي اتصالات بين ممثلي روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن التسوية الأوكرانية، وذلك ليس فقط في سياق الصيغة الكورية، بل لا توجد مفاوضات لتسوية على الإطلاق. نفي جاء ليدعم تصريح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف، الذي أكد فيه أيضاً أن التصريحات حول الصيغة الكورية محض كذب حسب وكالة نوفوستي. وزارة الخارجية الأوكرانية ما زالت تطالب رسمياً باستبعاد روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي، مطلب لا فرص لنجاحه مع تمتع موسكو بحق النقد. وفي ظل تمسك موسكو وكييف بمبدأ الأرض أولاً، يتوقع محللون بانهيار الحل السياسي إن وجد.
حذرت مجلة أمريكية مما وصفته بالسلاح الروسي الذي لا يمكن إيقافه، مشيرة إلى أنه يمكنه إغراق بريطانيا وتحويل جزرها إلى صحراء مشعة. جاء ذلك في تقرير نشرته نيوزويك تحدثت فيه عن السلاح الروسي المخيف في إشارة إلى توربيدات بوسيدون النووية الروسية. وصف بالسلاح الذي لا يمكن إيقافه، توربيدات بوسيدون النووية الروسية يمكنها إغراق بريطانيا على سبيل المثال وتحويل جزرها إلى صحراء مشعة تحت موجة تسونامي يصل ارتفاعها إلى 500 متر. صاروخ بوسيدون المائي على عمق 1000 متر مسلح برأس حربي نووي يصل إلى 100 ميجاطون بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، وبفضل تقنيات فريدة يستخدمها هو قادر على المناورة وتغيير الاتجاه والعمق، ما يعني أن عملية اعتراضه مستحيلة. بوسيدون يستقطب اهتمام العالم بأسره في خضم الأزمة الأوكرانية، والعالم يراقب عن كثب الأسلحة النووية التي تطورها روسيا، لا سيما بعد تقرير لإحدى القنوات الروسية المحاكي لانفجار بوسيدون بالقرب من الجزر البريطانية وتحويلها إلى رماد خلال ثوان معدودة، حيث يتم إغراقها بموجة تسونامي هائلة لتصبح غير صالحة للسكن أبدا ولعقود. ليس لدى الولايات المتحدة ما يقاوم توربيد بوسيدون صاحب الموجة التي تفوق ارتفاع مبنى إمباير ستيت، حتى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه في حال لجأت موسكو لما يعرف بالثالوث النووي سواء برا أم جوا أم بحرا، فإن نهاية العالم التي عرفناه ستكون حتمية، لأنه وفق العقيدة العسكرية الروسية هو بالفعل ما سيحدث حال حدوث عدوان يهدد أمنها القومي. عودة إلى العناوين. تواصل إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال في الجولان السوري. سوريا تطالب مجلس الأمن بالتخلي عن صمته وتحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. بعد 4 عقود في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر ماهر يونس يعانق الحرية. موسكو تؤكد عدم وجود أي اتصالات مع الأوروبيين حول التسوية بالصيغة الكورية في أوكرانيا. ختام النشرة، شكرا للمتابعة.